الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام علي رحمة الله: كتاب البيوع. قال: ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. نعم، هذا الشرط الثاني نحن وقفنا عنده، صح؟ وقفنا عند الشرط الثاني وهو أن يكون منتفعا به. فهذا قيد يحترز به. كل ما ليس له منفعة لا يصح بيع، كل ما ليس له منفعة لا يصح بيعه ولا شراءه. وأخذ الأموال على ما لا يصح بيعه، على ما لا منفعة فيه، أكل أموال الناس بالباطل. وقد قال الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع التغرير، لأنه فسدت البيع في هذا الباب. لكن شراء ما لا منفعة فيه وبيع ما لا منفعة فيه أيضا من عدم النصيحة للأمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ورسوله أئمة المسلمين وعمتهم، وكتابه وأئمة المسلمين وعمتهم. لذلك كان اشترى راوي الحديث وجرير بن عبد الله البجلي في الحديث الآخر: باعة رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فكان اشترى فرسا ب300، يبيعه صاحب 300، رفع سعره إلى 800. يقول: قد بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. ده اللي أصلا بيماكس بائعا ويكسب منه درهمين، يقول: أنا ابن جلة وطلع الثنايا. مع أنه لابد أنت تكون ناصح أمين في هذا الباب. من الذي يستطيع أن يطبق ذلك على نفسه في هذا؟ المهم، الغرض المقصود، يعني العلماء قالوا يعني يلحق بعدم المنفعة ما كانت فيه منفعة ضئيلة، المنافع الضئيلة أو منفعة في خاصة الأمر، فهذا لا يعني لا يصح بيعه ولا شراؤه. مثلوا لو بايع حبة من حنطة، إيش المنفعة اللي فيها؟ ضئيلة. فقال: لا يصح بيعها ولا شراؤها. قالوا أيضا: السباع التي لا يستفاد بها من الصيد لا يصح بيعها، كالفهد والأسد، الكلب العقور يعني، هذه لا ينتفع بها. الآن في عصرنا من نفع؟ صراحة تكلم هو العلماء يقولون: الذي يشتري الأسد أو الأسود والنمور يتباهى بها، هذا من فعل يعني هو حتى العالم يعني بعضهم أطلق قال هذا فعل السفلة الذين يعني يضيعون الأموال على غير أهلها، على غير بابها. وحقيقة أنت ترى أكثر الممثلين اللي يمشي بنمر واللي يمشي بفهده، وهو أصلا لو الفهد يعني أو النمر ساب منه شوية سترى عجيب معه، هو أصلا مسلسلينه ويمشي بها، يمشي فقط يتباهى. خيلاء بذلك، ويمشي في أرض أمام الناس ماشي بنمر وأسد على أنه امتلك الشجاعة الكبرى وغير ذلك. هذا كله لا يجوز. يعني لو قال اشترى الأسد ليدور به في المحافل بهذا الباب، نقول ده حرام من وجهين. حرام أولا، لا أولا في شروط البيوع، هذا فقد المنفعة. إيه المنفعة اللي يلف به؟ سيستفيد منه بإيه؟ هيقوي بدنه، هيتعلق، هيكون يعني سيكتسب صوت الأسد ويكون له زئير. ما المنفعة؟ في فتوى في الخليج بيقال هي الحراسة، يعني زي الكلب. يعني الأسد هيحرس إيش يا شيخ؟ الأسد حراسة، بيخوف العدو يعني، أو بيخوف السارق. هو بيخوف، صح يعني، رجل هذا يقتل العدو. الأسد حقيقة الأسد ليس للحراسة، الأسد ما عرف عنه الحراسة، ما عرف عنه الحراسة. فالحاصل أنه يقول أصلا الوجه الأول لا منفعة فيه، مال ذهب للأرض، وده مال الله أصلا، لأنه المال أصلا عندك عارية، تحسب أنك ملكته عارية، ولذلك ستسأل عن كل حرف فيه. هذا الأسد. وبعدها يعني إذا كان الأسد هذا حاله، طيب بعدها أيضا مسألة الفهد أو النمر لا يستخدم في الصيد. القرد أي المنفعة فيه؟ ليس فيه منفعة. فإذا قالوا كل هذه السباع لا منفعة فيها فلا يجوز، فالمال يعني يهدر. الوجه الثاني هو أعظم من الوجه الأول. فالوجه الثاني هو الأول هو اختلال شرط المنفعة. طب الوجه الثاني؟ لا لا، الخلاء كان فخور. طب من باب التفرج والتفسح زي حضرتك الحيوان ومشابه ذلك لا يجوز برضه. ماذا تقول؟
بيشتروا الفيل والخراف والغزلان. شوف الغزلان ياخذوها يشترونها للاكل. يعني الغزاله تؤكل، الاسد دعك، الحدائق نفسها يعني بتصطاد لا تشتري، هي بتصطاد من اجل جوله بتشتري حيوانات خاصه من اجل. نعم نعم. ليش؟ لانه هذه الرؤيه كده جائز، جائز لانه مظاهر ربوبيه الله جل في علاه في خلقه. لكن احد الناس ها تسليه، وانا اقول لك حتى لو كان مش تسليه هو بيظهر يشوف عجيب خلق الله جل في علاه، ما هي ساعه اصلا يشوف عجيب خلق الله، فهمني؟ الفيل الخرطيت أجلكم الله، لكن بعدها لما يكون في بيت بيتباهى في مقاطع في النت أنا أراها جريها وانظر، رجل جاي جالس في قصر كل الفقراء اللي عايشين منها في الرصيف مع محطة مصر، يعني خليه بس يجيب هذا القصر، فهم؟ وبعدين جالس هو متربع كده وخمس أسود داخلين، يا عم عنتر يعني انت وانت تخيف الأسد الغاب هؤلاء ولا ايش بالضبط عندك؟ فاهمني؟ فهذه المساله ما فيها، ما الذي فيها؟ ما المنفعه اللي فيها؟ كل الاموال هذه في الارض فوقع في الحرام، وقع في الحرام، ليش لا منفعه فيها؟ طيب قال وبذلك ايضا الغراب في خلاف فيه، الغراب هل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ صحيح انه لا يجوز بيع الغراب، بل هو في مفاسد اصلا، الغراب اصلا في مفاسد ويقع على الجيف وغير ذلك. والبعض العلماء يقولون يمكن شراء الغراب لمنفعة، وش بقى هي المنفعة؟ احنا قلنا الغراب نعم بيصطاد يعني بيصطاد بيه طعم ايه الغراب؟ ما فيش ده الغراب صيده مش بيصطاد ايش يقتلوا يعني لابس عشان الغربان ده ثاني لا ده انت كده عامل ده خلاص ايه. لا يا رجل يعني هو بيصطادوا طب خلاص بيصطادوا يقتلوا يعلقوا ما بيبيع ما بيبيعش يعني في واحد بيروح يشتري غراب ميت منفعة ما فيش بيع وشراء هو الآن أنا كان في ذلك في حد بيشتري غراب ميت ما في حد في ذلك المنفعة ليست لكن بعضهم قال لا الغراب يشترى لريشي المسألة هذه عند الشافعية يقولون لا يجوز لأنه كل منفصل عنه يكون إيش الريش نجس فهو يقول ولمن قال بطهارات يقول بذلك لكن الصحيح أن نقول بأنه لا يجوز على التعميم من ذلك أيضا السموم شراء السموم هنا ينظر فيها إن كانت الأطباء حقا ممكن تستخدم قليل منها للعلاج صح ذلك ويجوز شراؤه لأنه طبيا له فائدة فيكون النفع موجود لكن بعضهم يقول يشتري السم ليقتل به الفجرة والكفرة حقا يضعونه في الطعام يعني أصحاب الكيد والمكر امرأة تشتري السم من أجل زوجها الذي تزوج عليه حافي كان حافي خدته حافي فأرادت أن تنتقم فبتأتي والله هذا بيحدث أنا بكلم بحق فشراؤه هنا لا يجوز في هذا الباب لكن حقيقة الأمر شراؤه من أجل أن يكون مصلا وأن الأطباء تستفيد منه والآن يستفاد منه هذه العلماء اشترطوا صحة البيع على شيء وش هو؟ لا لا ما ينظرش في الطهارة في هذا الباب نعم نعم هو القيد في هذا الباب أن نقول إن كان نفعه ضئيل فلا يجوز يعني أقول في الباب يعني سم الحياة هل حقا ينتفع به وهل فهم هو هذا فالمقياس في ذلك هو قدر نفعي قدر نفعي نعم بيربوها في مزارع معينة للعقارب والحياة بيضوا منها مصر بالجرام ممتاز أنا أعرف ذلك لكن النفع أكثر ينتفع ذلك والله عشان السم اللي بيتلدع بيحتاج المصر من ذلك أيضا آلات اللهو معناها دي فيها منفعة عندما قال بأن الغناء جائز لا ليه بس الخلاف موجود فيها صراحة بس ولا قيمة دي النبي عسام قال غير ذلك يعني. الخلاف هم يرون أن النبي عسام قال دعهم يا أبو بكر فإن اليوم عيد وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته المرأة بضرب الدف ماشي ما هو يعني هو بيقول لك والقياس موجود أنا بتكلم مسألة خلافية أنا لا أقول بها لكن المسألة خلافية دعنا ننتهي من الأذان ونبين لكن الآلات في خلاف في صحة بيعها أم لا يعني هل في منفعة منها ولا لا
وهذا نفصله إن شاء الله. آلات الله المشغلة عن الله جل وعلا. قال الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون ما يتخذ له الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: هو الغناء، هو الغناء ينبت النفاق في القلب. آلاته هنا الموسيقى. الآلات احنا عندنا الكمان والأورج والجيتار. طب خذ خذ ايش اللي هذا بتاع من الكبير في الطويل شويه عم زي كمان جاب في ضخم جدا كونتر باس حاجه ضخمه. هو ده كونتر باس ده ايه ده الوسط يعني بين الكمان وبين ده عارف المراتب. ما انا عارف ده عارف المراتب حتى ايه الموسيقى عندنا دكتور في المدرسه. انت استاذ الموسيقى؟ لا في الجزء الثاني. انا قلت استاذ الموسيقى وده حالا ف نعم انا اتذكر في ثالثه اعدادي كان يدخل لنا المدرس يجلس يتكلم على حزة الموسيقى يقول أنا عايز كل هدوء فيطلع الكمان وشغال ويشتغل له يعني مشكلة يعني والله أنا كنا بس بنموت بقى كانوا بيلعبوا وسايبينه فهو فوادي كله فوادي تاني. المسألة عظيمة حقا عظيمة. أقول إخوتي الكرام حقا آلات الله الضابط له الضابط لها إذا كانت من ذهب أو فضة لأن هي الآن الأورج نفسه بيكون ما اسمه البيان. لا لا ده مش بيانه بقى ده فيه ده هو تصاعديا حقا وهو دلوقتي اللي بيأتي بصوت البونجوز والدرامز والله أي نعم بيأتي بهذه الأصوات كلها. لا تجي ما نجعل بها مكان على الأورج نفسه كل هذه المهم ده اصلا لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه الا لكسره والاستفاده من الحديد الذي فيه يعني لو يكسر ويستفاد الحديد اللي فيه يجوز بيعه لكن هو كقائم لا يجوز لانه آلة تستخدم في معصيه الله جل في علا. في بعض المساجد يوضع هذا الشيء وبيصعده من باب ذكر الله عز وجل. لا يا رجل استغفر الله صدقني الدكتور بكره جاب فيديو على الكلام من ده مشغلين بيه وفعلا مش عايز اقول لحضرتك كبير المتوقعيه بيعمل الكلام اه نعم يعني الى الله المشتكى. عامه في هذا الباب إذا كانت تتخذ من ذهب أو من فضة أو من حديد أو من خشب يعاد صنعه هذا يجوز بيعه عند كسره. أما عند حالته كالكمان أو الأورج أو الآلات الموسيقية لا تجوز لأنها حرام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخم والمعازف. ولذلك علماء يقولون كسرها لا ضمان فيه. فرض الصوت في الغلاب فرض الصوت نعم نعم في أداء كسرها لا ضمان فيه. إذن هي ليست مالا متقوما لكننا هنا بننظر للمآل ولذلك قلنا قد يجوز البيع هذا استثناء. يبقى إذن كل الآلات لا يجوز. لما لا تجوز؟ لأنها تستخدم في المحرم في الحرام وكل وسيلة لها لا حكم المقصد الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب ولكن كما قلت إن اشتراها ليكسرها فيستفيد من الأسلاك الموجودة داخلها أو من النحاس أنه يبيعه نحاسا صف أو يكون مصنوعا من ذهب أو من فضة وله أن يعني بعد إتلافه الاستخدام يجوز بيعه لإتلافه بشرط الإتلاف. هذا البيع يجوز استثناء وما تجده في المذاهب في بطون المذاهب هذا يجوز بشرط الإتلاف. نصير هل له نظير؟ هيشتري الخمر بشرط الاغتسال به يكسر ايه؟ يكسر ازازة الخمر عشان مش سبب بيها لبس الدهب بتاع الصحابة لما ماشي ازازة الخمر عشان ايه ده؟ ايه قوة العقول عند الاخوة بهذه الطريقة؟ ابداعات هذه ابداعات شراء الحرير اللي عنده لا يعني ماشي عنده حق في جلده احنا قلنا بشرط الكسر بشرط الاتلاف وده بشرط الاستعمال. نعم فقطعها وبعها باعها دي كذاب افاك اثيم الذي قال بذلك هي اللي عملتها
يا جماعة الله يهديكم، شراء الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط العلف، بشرط القطع طبعا، بشرط انها تكون ايش؟ علف. ما هو لما تكون قطع واخذها ولم يبدو صلاحها يستفاد منها بايش؟ علف البهائم، تكون علف للبهائم. فهذا بالضبط، فيصح اذا اتلفها بشرط الاتلاف يصح بيعه. نعم. ولهذه قال علماؤنا هي آلة الفسق، ولذلك يرون ان الموسيقى فسق ومسمى الموسيقى. طبعا هذه انا لا اقول بالفسق في هذا، لان الخلاف ورد فيها، فلا اقول بالفسق. والله اراه ضعيفا. واما الجاريه المغنيه التي تساوي 1000 بلا غناء، اذا اشتراها ب2000 هل يصح؟ طبعا هو قال اشتراها بقصد الغناء ب2000، زاد السعر من اجل الغناء. هذه المساله اختلف فيها العلماء، علماء المذهب انفسهم. الاودني هي فتح الدال، اقراوا بقى كيف ما شئتم. الاودني، نعم الاودني، قال يصح. وقال محمودي بالبطلان، قال ابو زيد ان قصد الغناء بطل والا فلا. وقال العالم الجليل الاودني او الاودني بضم الهمزه، نعم، انه قال يصح، المعتمد انه يصح ولو اشتراها للغناء. غلب الخدمه على، لانه انت لو نظرت يعني شوف الفقه، الوجه الفقهي لما يقول الان ها نعم، هو الغالب ايش؟ الخدمه والوطء، ده الغالب سهل. لا انا اقول له اذا قلنا لا، خد بقى عندك بقى، انا ممكن اقول لك حرام اهو عجبها لك. الوطء اكثر من الخدمه، الغنى اكبر سبيل للوطء، فاهم؟ فيبقى هو جائز لانه سبيل للجائز. يعني الرجل ممكن ما يفتن من الأمة بمنظر ويفتن بغناء تكون صوتها رقيق ولها بعض طريقة الغناء التي تقتل الإنسان فيذهب إليه. لا حقيقة الأمر، لكن نحن إذا تكلمنا في هذا الباب، الوجه الفقهي وجدوا أن مسألة الغناء لن تكون في كل الوقت، لكن الخدمة أو الوقت يكون نعم. فلذلك قالوا بالجواز، والصحيح بطلان البيع. نعم. إذ الوسائل لها أحكام المقاصد، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف، والحرى والمعازف. وأيضا حديث يمسخ ناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكؤوس تدور على الرؤوس ثم يخسف بهم، يستمعون للقينات، وقد قال مسمع قينة صب في أذني الآن طائف. وحتى الخسف مختلف فيه، وان كان حسن الألباني لكن مختلف فيه. وحقيقة هنا الجلسان يقول عجبت من الشفاعية، نعم، لك تقول هنا عمل بسد الذرائع، قلنا نعم هذا صحيح. ولذلك نحن لما أسسنا في قاعدة سد الذرائع قلنا ليست من أصول الشفاعية، لكن الشافعية يعملون بها، الشافعية يعملون بها. ها الحمد لله الحمد لله يا رب. هذا هو الحجة معك. الحرمة بذلك وسيلة الحرمة، قالوا الغناء حرام، فهو لما يشتريها أضاف الألف للغناء. هو بيتكلم على انها تغني من اجل الغنى، الغنى وسيله لاستخدام الموسيقى لانه لا يتمتع بها الا بذلك. لا يا عم، فيها يا عم بالضف في الجاريات، لكن هو بيقول لما اتى بالامل امد احتراف، فقال هو وسيله في هذا الباب. ولذلك لما قالوا يصح البيع، ها لا 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 للرجل، لكن هو يقول تستخدم الاله. مع ولذلك النووي نفسه رجح بصحة البيع على أنه تغني للرجل، لكن قلنا أنها وسيلة في هذا الباب، لذلك منعه. قالوا احنا بنحسم المادة في هذا، ولذلك الغنى من غير الآلات هو كما جاء في الحديث حسن وحسن وقبيح وقبيح، حتى لو تتسرد لسيدها، لكن هو بيقول بأنه ينبت الفقر في القلب، هو وسيلة الأكثر من مفسدة،
نظروا الى ذلك. الشيخ احمد ياسر مطرور رحمه الله يقول ما رايت احدا من مشايخ اسيادنا حافظ القران قبلها بعقله قد جاوز بعضهم 90 يعني بعضهم كان بيعدي 90 سنه سبحان الله الذاكره مفروغ منها لان حافظ الكتاب الله عز وجل والله حافظ عليه بعقله سبحان رب العظيم سبحان الله. أيضا من ذلك ما يكون متداولا في عصرنا الذين يشترون العملة العملة التي سقط استعمالها هذا لا منفعة فيه. المليم هيخرمه ويجعله في دماغه كالهندي ويمشي هندي في هذا الباب ده يعني لو كان هنديا لقلنا يجوز البيع للهنود في هذا الباب. أي هواية؟ هذا بالضبط كالذي يشتري الحمام ويطيره سقط العدالة. لكن هذه لا منفعة لا طعام ولا شراب ولا نفس يتسلى عظيم ربوية الله في هذا. يعني ما الذي يفيده في الرؤية ولا شيء. الراجل جاب مليم بيحب المناليم اشترى مليم ايش اللي فيها هذه ايش اللي فيها هذه إلا أن يقول تذكرني بما مضى ويكون الرجل عنده 540 سنة فبيتذكر بقى أيام الشباب لما كان بيلعب في هذا. هذه يمكن تكون منفعة بتذكره بتحيي قلبه بدل ما يموت يا رجل. ها ما في هذا سفة بيذهب بيشتري من ليم بألف جنيه حوض سمك فيه زينة ينظر فيه عظيم ربوبية الله. المليم فيه فين عظيم ربوبية الله فيه خمسة ساغ يعني خمسة ساغ مرسوم فيها طاير فين بقى اللي فيها ده شفت عشان يتندب ده حرام من الوجه التاني هو ده مش هيقول لك الآن أنا كنت أشتري شقة ب15 جنيه الآن ب15 ألف فيموت. كان جدي ضابط في السواحل وكان مرتبه 3 جنيه. الحقيقه في هذا الباب هذه ايضا لا منفعه. اضبط في ذلك يدخل في هذا الباب مساله المفرقعات الكثيره. شراء المفرقعات الكثيره هذا سفه لا منفعه فيه. الا ان يقول هذا زينه في العين. المفرقعات الملونه في زينه بالعين. او ترع بالكفر الفجر. يعني هذه أيضا لا منفعة فيها. لا سيما أنهم يشترون الآن أنا سمعت أنه بألوف مؤلفة يشترونها هذا بيقول 100 ألف أو الكلام بمئة ألف يعني هذا يبقى حرام من وجهين. يبقى إذن القاعدة العامة كل ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه وإن باعه هذا باب أكل أموال الناس بالباطل. الشرط الثالث أو الرابع نعم أن يكون مملوكا أصله وأصه في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى قال لا تبع ما ليس عندك وقال لا نهى عن بيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن. لما؟ لأنه سبيل إلى أكل أموال الناس بالباطل والحكمة ذلك أنه سبيل إلى فساد ذات البين سبيل إلى فساد ذات البين في هذا الباب. العلماء يصورون هذه المسألة في بيع الفضولي على بيع أنه باع ما لم يملك. أول ما يؤصلون لها في بيع الفضولي أن الرجل إذا باع ملك غيره أن البيع باطل. وهذا في الجديد. في القديم هذا البيع متوقف طبعا هذا موافق للجمهور متوقف على إجازة المالك واستدلوا وطبعا هذا في الجديد نص عليه أيضا مع أن المعتمد قالوا بالبطلان والغزالي يرقح البطلان لكن الصحيح في هذا الباب حديث عروة البارقي والقديم هو الأصح وأنه على إجازة المالك. والحديث عروة البارقي أن النبي أعطاه دينار يشتري به شاة فذهب فاشترى الشاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة أخرى بدينار ورجع بالدينار للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكانت يعني لا يتاجر في التراب إلا ربح به. الشافعية في الجديد أجابوا عن ذلك بقولهم أنه حتى لو كان فهناك إذنها
هناك إذن من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه ليشتري. الجمهور قالوا لهم لو قلنا بالإذن في الأول الثاني ليس فيه إذن، يعني الشراء الأول فيه إذن صحيح، إنما البيع والشراء عمليتان ليس فيهما إذن. فلما جاء للنبي أقر النبي ودعا له بالبركة، دل ذلك لأنه لما يقولون بالإقرار يا نصير؟ لما التعب عمل فيك؟ هات بقى النحيف. لا هات النحيف. لما ما الذي يفيدهم في الإقرار هنا نحيف؟ إيه الجمال ده؟ ما هذه الأساليب الفقهية الرائعة؟ أنت تداولت مع أحد في قاربت؟ هم يقولون الآن إقرار النبي في هذا، مش إحنا قلنا أن بيع الفضولي متى صح منصير؟ إيه شرطه بقى؟ يعني طيب فين بقى هنا؟ عندما أقر دل ذلك أنه جوز، عندما هذا الذي يريده. هل قلت ذلك أولا؟ سيبقى تقصد ذلك. أنا مش بتاع نوايا، يعني أنا لا أدخل في القلوب. الله المستعان. فلما دعا له أقره، ولما أقره جوز البيع، فهي موقوف على إجازة البائع، وهذا الراجح. قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. نعم، رواه الترمذي بإسناد حسن، قال أنه قوي، وذكر الحملي والشاش والعمراني ونص عليه في البويت. لكن يشكل علينا أمر يا نصير، والإشكال هنا في السلم، باع ما لم يملك. خلينا نشوف الإخوة كيف الإجابة عن ذلك. يشكل علينا بيع السلم، باع ما لم يملك، ماشي استثناء بقى خلاص ماشي. للأسف يوسف في كيد المعلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وبعدين ما زال الإيراد موجودة معك؟ إيه كمان ده؟ قال خاص يقدم على كلام جيد أصوليا، لكن أحتاج لمن يتقن تصور الفقه بس الذوق نحيف. الله أكبر. خلاص أنت ابن الإسناوي، المسألة كده ما شاء الله الاثنين. ها هو الوجه الأقوى هو اللي ينهي المسألة. أنا أقول بقولكم هكذا، وهذا الاستثناء كما قلتم، لكن الوجه الشرعي الفرقية لسه ما زالت. هذا لم تصلها عن بيع ما لا يملك، كان بيع عجيب، لكن هذا بيع أصلي. بس ممتاز. صابر أتى، أنا قلت صابر ليس صابرا لأنه قديم ليس جديد، قلمه مبري. شوف قال هو بيع أوصاف والآخر بيع أعيان، فاختلف، وده الصحيح. هذه اسمها التدليل الفقهي، التوجيه الفقهي. نعم أنا الذي أقوله عند النص سأقول نهى عن بيع ما لم يملك عموما، ثم جوز من أسلف اليسر في كان المعلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلما جوزه صار استثناء. السؤال هنا على الوجه الفقهية، مش هو استثني، مش هو يجوز. لما يجوز يبقى لابد أن تأتي بالوجه الفقهية في ذلك. قلنا القاعدة الكلية بسرعة إسناوي بقى، ده المفروض ماشي. الأوصاف اختلفت، الأوصاف والأحوال اختلفت، الأوصاف اختلفت معها الأحكام، اختلفت الأوصاف اختلفت معها الأحكام، وهذا بيع أعيان والآخر بيع إيش؟ أوصاف، والآخر بيع أوصاف. نعم. طب نقف عند هذا الشرط ولا نأخذ الشرط الرابع أيضا؟ ها حاضر، خذ، أنت خسران حاجة، تفضل أستاذ. نأخذ الشرط الرابع ونقف عنده من أجل المغني. لا يا صابر، لا أنت لست جديدا قط، ولكن الإجابة جيدة، جزاك الله خير، تفضل أستاذ. قال عليه رحمة الله ولا يصح بيع عين نجسة وما لا منفعة فيه. انتهينا. حبيبي الشرط الرابع هو القدرة على التسليم. لا
كلام المصنف اتى بها ماشي ماشي. لا ما هو اصلا يدخل فيه خمسة وكانت سبعة اعتقد. الشرط الرابع هو القدرة على التسليم، لانها تدخل ايضا في مسألة ما لم يملك، لانه قد يكون مغصوبا، هذا فرع عنه يعني، هذا فرع عنه. نعم القدرة على التسليم، فلا بد من القدرة هنا. اذا تكلمنا على القدرة، القدرة على التسليم الحسية والشرعية. فان لم يستطع التسليم حسيا كالعبد الآبق، السيارة المغصوبة ماشي، رجل كان عنده غية وطار باع فرد كما يقولون من اللي صاحب المراسلة اسمه ايه؟ الزاجل مثلا، باعه وهو طار في السماء ماشي. كم ده مكيبه. والمانع الشرعي كبيع الشيء المرهون بغير إذن الراهن، كالمرهون، لأنه إذا كان بغير إذن الراهن، إذا كان المرهون مقبوضا لأنه ممنوع من تسليمه شرعا، إذ لو جاز ذلك لبطلت فائدة الرهن. مفهوم هذا الكلام؟ الشيء المرهون هو مرهون لما؟ وثيقة للدين. لو صح الراهن بيعه، المرتهن الذي مسكه أين المال الذي سيستوثق به من ماله؟ ضاع. يبقى فائدة الرهن أين ذهبت؟ ذهبت. يبقى الشرع منع من أجل إيش؟ حق الغيب، الحق من حق لحق الغيب. المرتهن يبيع مرهن، المرتهن أيضا لا يبيع إلا بإذن الراهن، إلا إذا جاء الأجل فيبيع فيأخذ ما له ويعطيه الباقي. لا يغلق الراهن، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز له التصرف أصلا. هو يد أمانة فيه، يد أمانة. أقول لك يد أمانة طولي وضامن، انت بتنقدني. يد امانه، يعني لو تعدى على هذا المال يضمنه. مثل ذلك لو باع العين المغصوبه، زيد عنده سياره وعندنا فوق في الطبقيه طيب محافل، واخونا احمد جمع بين الخيرين، بين الصينيه وبين الطبقيه، فهناك اشكال والوان، بينزلوا بالليل جزاهم الله خيرا يحملوا السيارة ويمشوا. حقا الآن بتذهب عندهم في مجرة معينة ويتصل بالراجل، السيارة عندنا هات 20,000 تاخدها، دي اسمها سرقة بالفهلوة. هو أخذ سيارتك تصل إلى درجة كبيرة، فاهم ماذا يفعل؟ يأخذ السيارة ويساومك عليها، تاخدها ب10,000. طبعا أنت تقول خذ 10,000 بس ما تاخدش السيارة ب200,000. نعم نعم، دي فرق بتفعل ده. احنا عايشين في واقع، انا اكلمك في الباقي في واقع. اذا السياره هنا مغصوبه، جاء رجل قال ساره المرسيدس تحرق القلب يعني، المرسيدس قال انا ابيعه عليك ب 160، ورجل اصلا يعلم انها اقل شيء يدفع فيها 240. قال 160؟ قال نعم. قال بس هي الطبقيه نازله، هو عارف الطبقيه، فهذه المساله باع له المغصوب وهو لا يستطيع عيش أن يسلمه، هو أن يسلمه فيبقى أخذ منه المال حرام. لكن هذه المسألة أيضا فيها تفصيل، لا يرد كلية ولا يقبل كلية. معنى ذلك إيش؟ معناها أنه ممكن يأتي رجل هو استعلى سيب دي خلينا نرتبها لهم ترتيبات. قد يصح، كيف يصح؟ طبعا لا يصح إن, 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 إن عدم الأمل في رجوع السيارة، وإن عدم الأمل في شم بنزين السيارة، لأنه أول ما اتخذت راحت على المغصلة فقطعوها 15 قطعة. يا رجل اللي أنا فهمته من بعضهم، لأنه أخي حصل معه ذلك زي الخيال، قطعوا له النصف الأخير، اشتروا نصف آخر، سرقوا نصف آخر لصقوه في النصف الثاني، فالعربية بنصين، نص له ونص ليس له، فالقضاء لا يمكن أن يحكم له بها، فهم؟ وحتى أصلا ما لا تستطيع أنك تسجنه، كل ما تخل... هي دي أهي يطلع ورا يقول لا يا عم هذه ليست سيارته، انظر في الشنطة، فالراجل خلها له، فهذا يصعب عليه أنه يردها له. هذه أولى هي ما لا يستطيع البيع، لا يجوز. الأمر الثاني تعيش متألم ليه كده حقيقة هي هذا، لكن نقول إذا كان يغلب على ظن ردها صح البيع. طب كيف لا يغلب على ظن ردها؟ الرجل ده ابن عمه بلطجي في الصينية، والبلطجية
يراعي بعضهم بعضا. فهو بيقول له السيارة دي كانت فين؟ قال له في شارع 12. قال له دي في الطبقية. فيتصل بيه يا عمي عند، قال له نعم عندي. قال له ده ابن عمي. فقال له إذن السيارة موجودة تاخدها. فهنا يا صاحب البيع لأنها إيش؟ ستراها سترد سترد. أو بقى الأقوى من ذلك، يجي سيد البطاقية اللي هو مسرح الصينية والطبقية، احنا بنسمي الأسماء الأسماء عشان إخوة تتصور. الراجل ده هو المعلم الكبير اللي هو اسمه بيسموه في مش في توتر، لا بيسموه بقى في العصر الحالي بابا المجال. ولا ان المجال ده مجال مجال نادر جدا. ده بقى بابا المجال. بابا المجال ده ياتي الان يقول له انت انا كنت عارف ان عندك سياره. الثاني هيعيط، ما تبكيش انا عارف هي فين، تبيعها بكام؟ قال بجيب 240. قال طب يعني الان هتاتيك بكام؟ قال ادفع فيها اللي انت عايزه. فيعطيها له ب 220 مثلا، فيتنازل له عن 20. هنا البيع يصح مع انه لا يستطيع ان يردها عليه، لكن الذي اشترى هو الذي يستطيع ان يستلم، لانه اول ما يدخل الجميع هيشتروا له قطارا ارضاء له، مش يعطوا السياره، يجيب القطار الاسباني عنده. فبهذا نقول صح البيع لانه يصح الوصول الى المغصوب، يصح الوصول الى المغصوب. انا بتكلم عن واقع، انت تحسب ان انا بمزح؟ بس 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 يا عم الصينيه خلاص انها مجالك، لا تتكلم. يحدث هذا ولا ما يحدث؟ لا خلينا ازول، ما تعمليش فيها شريف ان انتوا اصلا في السودان ما فيش عارفينش طبقية عندكم. لا ها حرامي سرق حرامي، سرق العربية بتاعتك. اي نعم انا ما عنديش العربية اللي فيها مثلا، يا يعني بيساوي كده هو قال لك خدها. نعم نعم ها موجود. ها شوف شوف الزول بيقول لي جايز يديله متاف على السياره، لا ما يديلوش راحه السياره ب 200000 عليه. ايه ده؟ ما عنده عنده مفسدتان، مفسده ضياع السياره التي هي ب 300000، ومفسده يدي 100 وياخد السياره. بعقلك انت ما دافع ايه اللي جايز هذا؟ دفع مفسده كبيره ومفسده ادنى. لكن انتظروا، لا عند كلكم من سيزينيا يا نصير. احمد اصلا احمد جن بشيء، راح باع شيء في الصينية وبيقول لي لا اعرف. ها قل لي ها اعرف يا شيخ. بيطلع عليه في الصحراء ويصبر. انا بجيب واقع اصلا انا عايشه، انا كل الناس اتصلت بي سألوني في دي بيطلع عليه بيوقفوا. إذا كان راجل الغضنفر هيقف معه ما وقفش، أقول له تفضل السيارة، وحتى المرأة خدها وامشي مفيش مشاكل، مش عايز وياخد بعضه ويجري. فهمنا حضرتك؟ فكده اتصلوا بيه السيارة موجودة، هات 20000 تاخدها. هتلاقي العربية في المكان الفلاني وراح ياخد وياخدها. طبعا عندهم عندهم بتاع صالون جاهز لهذا الباب للتقطيع. لا ما هو حسب بقى ما يكون المغفل، اذا كان المغفل مغفل يكررون. لكن هذا واقع، انت تحسب ان اتكلم واقع. وبعدين اصلا انا ساقول لك شيئا اخر، هم ممكن يفعلونها بدون ما يتهموا. اقول لك بس اللي هي هذه اما ايش اللي بيحدث؟ اصل دي مساله يقاس عليها مساله، فافهموها، لان مش هقول المقاس عليه. الحراميه عقلاء الان، انت بتحسب البلطجيه كده عندهم عقول بتمشي. بيقسموا انفسهم ثلاثه اساسا، ثلث شرير وثلث خير جدا وطيب ولا يرضى ولا يرضى الشر، وواحد في الوسط. الشرير بيقوم بالعملية، الوسط يعني يحاول يأتي له طب تعالى نشوف طب نسأل عشان يقربه. الطيب بقى يأتي يقول له انت مالكش دعوة بالناس دي، انا هشتريها هي بكام،
يقول له دي مكلف عليها 250، ويقول له طيب هي في حكم المعدومة ومع ذلك أنا سأشتريها ب230. هم لو اتصلوا بيها يقول لها 10,000، خد كام هو الآن؟ ب30 عشان التقسيمة دي. فهو الآن من غير ما يتهم، من غير ما يتصل، سرحها من بره بره عشان أصلا ما يكونش فيه بلاغ، وهم يبحثوا بدل ما يبحث الرجل كفاءة وعطلوا إيه 230 واخد السيارة، والسيارة بكام؟ ب250. وصارت بذلك المال الذي سيدخل لهم شرعي ولا سرقة؟ شرعي. رأيت هنا هذا الذي يفعل، هذا كله في الواقع. والحيلة دي جائزة يا شيخ؟ أنا حموت الله، هذا أكل أمانات بالباطل يا رجل، لكن بحيلة، بحيلة. فالمسافة هذه تقع، هذه تقع. إذا المغصوب لابد تنظر إلى المغصوب بهذه الأنظار الثلاثة. يبقى إذن لا يجوز بحال من الأحوال لأنه لا يرد. طيب، أو أنه على التفصيل الذي فصلناه كالعبد الآبق. لو العبد الآبق معروف أن هذا العبد كان يسير في منطقة معينة ولا يستطيع السير في غيرها، ممكن يشترط، ممكن نقول يصح البيع. لما؟ سبيل الرجوع موجود، سبيل التسليم موجود. ما ها هو هذا سبيل الرجوع موجود. هذا بالنسبة للكلام على مسألة مسألة هذه المسألة هي مسألة الشطر الرابع والقدرة على التسليم. طيب، نقف عندها. هذا واقع الذي قلته، واقع أيضا أصلا الذي أعرفه أنهم يعني حتى هو إعلاميا مش مخفي، لأن هناك تمثيليات أو هناك أفلام تأتي بمثل هذه الجرائم، تحاكي، لا يحاكي واقع، يحاكي واقع موجود. أنا وكل هذه المعاملات بيسأل عنها، كلهم مسلمين، يجوز طبعا أطراف مسلمة عصيان، يعني نسأل الله أن يغفر لنا ويغفر الناس. بس أنا أتكلم عن أنك تشوف تطبق الفقه واقعا في هذا الباب، مسألة البيوع. شوف، إنما الفقه البيوع. لذلك لابد لها من تصور صحيح حتى تعطي حكما صحيحا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.